تشهد المطاحن في ولاية المسيلة جهوداً متواصلة لضمان توفر مادة السميد خلال شهر رمضان، حيث تعمل هذه المطاحن على زيادة إنتاجها وتحسين الجودة لضمان الوفرة. لا، على رغم السنين اللي فاتت الحمد لله اليوم راه كاين وفرة، وهذا الوفرة بسبب يعني سياسة رئيس الجمهورية ربي يحفظه إن شاء الله، وثاني كذلك بفضل والي الولاية والسلطات المحلية اللي واقفة معنا، والحمد لله الوفرة كاينة والسلعة متوفرة الحمد لله. أكيد أكيد مع رمضان نضعفوا في المجهودات، وكذلك حتى السلطات الولائية واقفة معنا والحمد لله. لا الحمد لله كاينة وفرة، والإنتاج رانا موفرينه وفي كل أنواع، والحمد لله راه السلعة كاينة ما كاينش مشكل كاع. الحمد لله هذه السنة توجد وفرة كبيرة في المنتوج. استخدام تقنيات حديثة في عمليات الإنتاج لضمان توفر مادة السميد بشكل مستمر، كما تعمل المطاحن على ضمان تلبية المعايير الغذائية اللازمة. هناك 28 مطحنة متواجدة على مستوى ولاية المسيلة، وهناك بالنسبة لاغروديا ثاني هناك مطحنة على مستوى بلدية مسيلة وبلدية بوسعادة سيدي عيسى، وهذه المطاحن يعني كانت لها يعني ساهمت بدور كبير هي الأخرى، سواء يعني في مادة الدقيق أو في مادة الفارينة، اللي كان هناك يعني وفرة نقولها بكل صراحة وفرة كبيرة على مستوى السوق المحلي بولاية المسيلة، وكان هناك مم تموين خارج ولاية المسيلة. تأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة والتزامات رئيس الجمهورية بتوفير المواد الاستهلاكية واسعة الاستهلاك،